جدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوطنا الخامس عشر، وهو الشوط الأخير في ختام أيضا هذا الصباح، شوط خاص مشاهدينا متابعينا الكرام بالإذاعة الجعدان المهجنات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. ولا يزال التوقيت مشاهدينا متابعينا الكرام صامدا تحت أقدام صبا، 9:07 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني لحمد بن راشد بن غدير على فوز صبا بكأس المحليات الأصايل والتوقيت الأفضل والأجمل حتى هذه اللحظات. نسير بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، وأرى صغان لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم، المكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد في متابعة وانطلاقة صغان. النقلة التالية على المركز الثاني، وأرى هني المرعوش التابع لهجن الرئاسة وبقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي ثالث المراكز. أرى سلهود لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم وسعيد بن عبد الله بن حميدات الاجتبي، ولكن التسلل من بطاش لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتسلل وينتزع المركز الثاني. خامسا نتابع والم على المركز الخامس من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، من يتدخل في هذه اللحظات إلى المركز الخامس. بينما انطلقنا إلى سادس المراكز بأرى فداع لصاحب السمو الأمير الملكي تركي بن محمد بن فهد آل سعود علي بن حمد البطين في متابعة وانطلاقة فداع على سادس المراكز وسابعا التحدي في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، من شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني من يتسلل وينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المركز السابع. بقيادة محمد بن خالد العطية أيضا يتابع هذه الانطلاقة وعلى المركز الثامن. أرى التسلل من مكلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني فهد بن سيف الخيارين يتابع هذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. وفي تاسع المراكز ننطلق مع نشوان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم سيف بن علي بن كليب الاجتبي، من يتابع انطلاقة نشوان في تاسع المراكز وعلى المركز العاشر. التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع المركز العاشر وأرى الحازم من يتدخل في هذه اللحظات على المركز العاشر لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان بقيادة نايم بن علي الغيلاني. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى. نتابع صدارة هذا الشوط ونعود مع المقدمة مع الاندفاع المتميز مع صوغان اللي قاد المجموعة منذ البداية. صوغان مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم والمكتوم بقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. المغادرة لوحة 3 كيلومترات، انتصفنا المسافة مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحديات جميلة. وأرى بطاش، أرى بطاش بدأ ينطلق إلى صدارة هذا الشوط. شعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي وعلى المركز الثالث. أرى التحدي من المرعوش
لهجن الرياسة وبقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيري. ننطلق مع المركز الرابع وأرى التحدي، أرى الانطلاق من فداع لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وعلي بن حمد البطين. المري يتابع 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 انطلاقة فداع اللي انطلق بدوره إلى ثاني المراكز، المركز الثالث، ولم يأتي ثالثا من هجن العاصفة وبقيادة الواضغ حمد بن راشد بن غدير ينطلق إلى المركز الثالث. رابعا التحديات والانطلاق لصغان لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم والمكتوم سعيد بن عبيد بن روشد في المتابعة. وعلى المركز الخامس مرعوش لهجن الرياسة بقيادة فيلسوف الأصائل أحمد بن مطر بن مايد الخيري. سادسا نتابع مكلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة سعد قيادة عفوا فهد بن سيف الخيارين. من يتابع من يتابع انطلاقة مكلف، ولكن التحدي في هذه اللحظات من الحازم لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ونايب بن علي الغيلاني بدأ يصحصح بالمنعطف الأخير، ولكن نتابع نتابع الصدارة. نعود مع المقدمة مع التحديات الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، وأرى بطاش بطش بالصدارة، بطش بالمقدمة، بطاش على صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام، ننطلق مع فداع في ثاني المراكز لصاحب السمو الملك الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود علي بن حمد البطين. المري يتابع يتابع انطلاقه فداع، مركز البطين في انطلاقه فداع على المركز الثاني، ولكن والم والم على المركز الثاني ايضا. يا سلام يا سلام يا سلام، تولم وعينه عينه على الصداره، والم 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 للانطلاق، والم للتحدي، والم للاثاره، والم لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث فداع لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وعلي بن حمد البطين، ولكن أرى مليح أرى مليح بدأ يتسلل في أول ندى، مليح التابع لهجن الرئاسة. يا السلام، وبقيادة بقيادة الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي. يا سلام يا سلام يا سلام، المغادرة المغادرة لوحة الكيلو المتر الأخير. يا سلام، حان موعد الرقص، صدرت الأوامر صدرت الأوامر. يا سلام، وبطاش على الصدارة بطاش على الصدارة، والف في المركز الثاني، ومليح قادم مليح قادم مليح وهالف وبطاش، والمنظر رائع، التحدي والكوكبة الثلاثية. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن مليح 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 ينتزع الصدارة ينتزع المقدمة. تهانينا تهاني لهجن الرئاسة، يفتتح هذا الشعار سباق هذا الصباح وينهي هذا الشعار هذا السباق بالفعل. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك الظبي وهني مليح في آخر الأشواط. تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة، وسلام سلام يا العاصمة، سلام سلام يا أبو ظبي، سلام سلام يا بن شطيط، سلام. اللي وصل في المركز الثاني والم من هجن العاصمة. المركز الثالث بطاش لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم. المركز الخامس لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود. المركز السادس من هجن الرئاسه بقيه المراكز بن حيلهن لعضى خط النهايه. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني، توقيت مليح ولحظات وصوله الى خط النهايه. تهانينا لهجن الرئاسة، 9 دقائق 17 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، والتهاني لسعيد بن شطيط الوهيبي. بينما اللي وصل في ثاني المراكز والم 9 دقائق 19 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، والتهاني
لحمد بن شطيط الوهيبي، او عفوا تهاني لهجن العاصفه والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما الى وصل المركز الثالث بطاش 9 دقائق 19 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم والتهاني لاحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا لجميع الاخوه الفائزين